تمام، هذا اسمه تواكل. التواكل انك تنام وتقول يلا تفتح علي بكره وانجح، هذا اسمه تواكل. لكن التوكل ان يتعب بدنك في السعي في سبيل الرزق وقلبك متعلق بالله، هذا شو اسمه؟ اسمه التوكل. فالتوكل ان يتعب بدنك، لان النبي عليه الصلاه والسلام الله عليه وسلم يقول من بات نام يعني كالا من عمل يده تعبان بات مغفورا له، بات مغفورا له. فالتوكل على الله أن يتعب البدن في السعي والأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بأن الله هو الرزاق. ولذلك التوكل عندنا في أخذ الدواء، أنا بأخذ الدواء لكن المشافي هو الله، وأنا بزرع لكن الرزاق هو الله، وأنا بدور على وظيفة لكن المعطي هو الله، وأنا بحوش شوية فلوس المستقبل لكن الأمان بالله، هذا كله توكل على الله. فإحنا لازم نفرق بين التوكل والتواكل. التواكل يعني هذا كيرلس حاط راسه نايم وبيقول لك الله الرزاق، لا يا حبيبي مش هيك الله الرزاق. الله قال لستنا مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني، خذي بالأسباب عشان تهري رطب. فدائما أبدا نأخذ بالأسباب وتوكل على الله. يا هلا. إن شاء الله دائما أبدا متواصلين، حياكم على الخير وعلى البركة وعلى الرحمة، قولوا اللهم أمين. 569-33-77 يا مرحبا. بيات من البردة للإمام البصيري رحمة الله عليه في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البصيري رضي الله عنه قسم البردة إلى 10 أقسام، وكل قسم فيها بتحدث عن شيء من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الجناس ما عرفوش يسووا زيها، وحسدا من عند أنفسهم صاروا يقولوا إن فيها بدعة وشركا وضلالة، كل مديح للنبي شو تسوي، هيك حال الدنيا. الموجود في بردة البصيري، والله أنت اليوم إنك أنت أطربتنا، احذروا مين معنا اليوم على هندسة الصوت. العشر فصول، العشر أبواب اللي عملها الإمام البصيري لحنوها في 10 ألحان، فالبردة لها 10 ألحان، تخيلوا بالله عليكم، كلها في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم دائما وأبدا متواصلين على 569-33-77. السلام عليكم، أنا سيدة صليت الجمعة في مصلى النساء لوحدي ولم يكن معي أي أحد من النساء، هل تحسب هذه الصلاة صلاة جماعة؟ وهل صلاتي مقبولة أم أعيد الصلاة لأن إحداهن ظاهر الالتزام؟ قالت لي يجب أن يكون معك نساء في نفس مصلى النساء حتى تقبل الصلاة وتحسب. لا لا، صلاتك صح يا أختي، ربنا يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وإن شاء الله صلاتك صحيحة وما عليك إعادة وتحسب لك الصلاة جماعة وربي يتقبل منا ومنك. يا هلا. نبدأ باستقبال اتصالات، معنا اتصال. يا مرحبا. ألو. ألو. يا مرحبا. مرحبا فيك دكتور. أهلا وسهلا، الله يسلمك. الله يرضى عليك يا دكتور، أنا داخل على الله. الله يقدرنا يا رب. يا رب والله ما إلي إلا أنت، إلا بعد الله ربنا. بس ربنا إحنا، نعم بعد ربنا إلا أنت. نعم ستي، والله يا دكتور نصحوني وعلى والكل شكر لي فيك. الله يقدرنا يا رب وبيض الوجه. والله والله مشكلتك عند الدكتور محمد نور. شو هي المشكلة؟ تفضل يا ستي أمريني. مشكلتي يا أخوي الله يرضى عليك أنه ابني سرحوه من الجيش السنة بشهر 5. نعم. السنة الماضية. نعم. والله والله بده يرجع. السؤال ليش سرحوه؟ صرحوا والله ما بعرف، يعني هيك يعني مشاكل الجيش، يعني لا بعيد الشر لا مخدرات ولا أشياء هاي. لا مو مرات بيكون في فرار، في بيكون شغلة زي هيك. لا 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 فرار، لا فرار لا، هو بده الجيش بس بتعرف تجاوزات وهيك أشياء يعني. نعم. وبده يرجع. خلينا أشوف لك الموضوع، بس هو عادة اللي بيصرحوا من الجيش صعب يرجع، لكن على كل حال خلينا نشوف شو مشكلته، خلينا نشوف شو مشكلته، خلي معلوماتك عندنا وحاضرين باللي بنقدر عليه تأمري أمر. معنا اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا. شو أخبارك؟ بخير والله الحمد. والله أنا بعزك يا شيخ. الله يرضى عليك ويكرمك. الله يسعدك يا شيخ. أنا بالحبيب. شيخ بدي أسألك، أنا مظلوم مع الكل. مظلوم مع الكل؟ مع الكل. الحق عليك. من عدا خواتي. الحق عليك. ليش؟ لأنك أنت مسلم حالك يظلموك. أنا مظلوم، كل إشي بعمله مظلوم، كل إشي بسويه يعني بلاقي حالي مظلوم، وأنا الصح ما. أنا ماشي صح. هو اللي بيمشي صح بنظلم، هات شوف شو مالك. ماشي بالاستغفار وماشي بالصلاة على النبي وماشي. مو شو يعني مظلوم؟ شو ظالمينك؟ بإيش ظالمينك؟ مظلوم يعني بعمل مع الكل، عملت يعني مع سين من الناس بدناش نسمي، عملت خير وعملت هذا قلب علي، بعمل مع فلان
سين من الناس بينقلب علي. لا مش بقول لك الحق عليك، مش بقول لك الحق عليك يا اخوي، مش بقول لك الحق عليك. طب شو اعمل يا سيدي؟ ولا اشي، خلاص وقف خيرك عن الناس لحد ما يعرف قيمتك. شو مالك انت ويا حبيبي يعني. شفت اقول لك نقطه من طب. اكبر الاغلاط اننا نبذل وسعنا لمن لا يستحق. شوف عاد القلق اللي بالقاف. بعض الناس الله. مثل الورد البلاستيك، قد ما تسقي مي تسقي مي تسقي مي يظل بلاستيك، لا لون لا طعم لا رائحه وما بيكبر. هاي نوع من البشر زي ورده البلاستيك. وفي نوع من البشر العن منه زي البالون، بتنفخ 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 اخر شيء بفقع بوجهك. صحيح. هاي نوعين من البشر. وفي نوع من البشر لا، يعني هذا بيثمر فيه المعروف، اذا اكرمت الكريم ملكته. وإذا أكرمت بس شايف عاد كيف؟ فإذا أكرمت الكريم بلكته، فأنت لازم تكون عارف مين قبيلك، هل الناس اللي قدامك؟ إذا كان المعروف بيثمر معهم يبشروا، إذا كان ناس والله إذا بتكبروا بكبر عليك، وإذا بتحسن إليه بطغى عليك، لا والله هذا لا تحسن ولا تكبره. ما المشكلة طيبة قلبي يا شيخ. ما هاي المشكلة عاد قلبك دقسي شوي. ما هو المشكلة اني ما بقدرش، يعني بتلاقي اللي ظلمني عز الناس الي. ما هو احنا بدنا نغير طريقة التعامل. معلش بتصير مرات ابنك بدك تغير طريقة التعامل عشان تربيه. انا فاهم ما كنا واقعين فيها، ما تفكرش يعني كثير تتكررها، بس الانسان مرات شوي بده ينشف له شوي. استعان بالله، الله يقويك. وعند الله لا يعني عند الله ما بيضيع شيء، احنا عند البشر مشكلتنا مع البشر، ولا عند رب العالمين ما بيضيع ولا شيء. بارك الله بك، الله يحفظك ويسلمك. يا مرحبا فيك، يا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء سؤال بعدين طلب. يا مرحبا. سؤال، قراءة القرآن بالحيض والنفاس حرام؟ عن طريق السيطان. حرام حرام. القرآن لا يحل إلا لطاهر. المرأة في حالة العذر الشرعي لا تلمس القرآن ولا تحمله ولا تقرأه لا عن غيب ولا عن حاضر، تتحول العبادة من عبادتها بالقراءة إلى عبادتها أن تمسك عن القراءة، إلا الأدعية، بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، بتقول الحمد لله رب العالمين، بتقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما فيها مشكلة. لكن قراءة القرآن الكريم على المذاهب المسلمين الأربعة، على مذاهب المسلمين الأربعة لا تجوز قراءة القرآن لا للحائض ولا للنفساء ولا للجنب، لا قراءته ولا لمسه ولا حمله. والطلب الله يجزيك الخير. الطلب، انا اخت خديجه اللي اجت عليك. يا مرحبا فيكي. والله وضع خديجه صعب جدا. لا ان شاء الله وضع خديجه واضح ان شاء الله. اسمعي ان شاء الله اكتملت مساعده خديجه، وان شاء الله رب العالمين لعله بكره بخلي اختنا فاطمه ترتب الامور. بالنسبه لاختنا خديجه، انا بدي اشكر كافه اخواننا واخواتنا اللي ساعدوا معنا ووقفوا معنا في موضوع اختنا خديجه. اختنا خديجه اخت لنا طيبه وما شاء الله عليها مقعده، وصار عندها تقرحات وتحتاج الى عمليه، اجراء عمليه في مستشفى خاص، واحنا ندبنا وطلبنا من اخواننا وانتخينا فيهم، والله ما قصروا بفضل الله عز وجل. اكتمل مبلغ مساعدتها اليوم، بلغوني اليوم لان صار في تبرع، اكتمل المبلغ، وباذن الله قد يكون بكره ان شاء الله دخول الى المستشفى. فان شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيشافيها وبيعافيها ويجزي خيرا كل واحد وقف مع خديجه وامثال اختنا خديجه في مصابها في محنتها. مستعان بالله. 569-33-77. الله يحييكم جميعا. معنا اتصال. ألو. يا مرحبا. يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك. هلا أنا عندي مشكلة. مشكلتي إنه بدي واسطة أو مساعدة. عندي أختي مسجلة علمي. أول ثانوي السنة. طلع لها على المدرسة عنا القريبة إنا. يعني مسافتها يمكن 5 دقائق مشي. مش راح تفتح شعبة. شعبة علمي أول ثانوي. طلع لها مدارس بالزرقة تقريبا بدها مواصلات تقريبا ساعة ساعة إلا قبل ما تصل للمدرسة. والله بعيدة. يعني مسافة. فابن الواسطة مشان يفتحوا لها. تقريبا لرتين بس عشان المواصلات. فإحنا بدنا واسطة مشان نفتح الشعبة بالمدرسة اللي جنبنا. شعبة هي لحالها ولا في مثلها مثيلات؟ لا. طيب الشعب عندكم سكرت على قديش المدرسة هاي؟
هسه هي السنة ما فتحت شعبة علمي، قبل سنتين ما كان فيها علمي. ما بدنا نفتح شعبة علمي أصلاً. يا ريت يفتحوا شعبة علمي والله بيريحونا وبيهونوا علينا. طيب تخلي تلفونك، خلي تلفونك عند فاطمة بنحكي مع إدارة المدرسة، إذا بدي أبرينا تلفون مدير المدرسة وتعطيه اسم المدرسة وبأي منطقة مشان نحكي مع مدير التربية. لا أنا مش ضروري يعني إنه هسا إجينا حكينا إحنا مع المدرسة حكينا ورحنا على التربية حكينا لهم إنه أنتوا يعني افتحوا لنا شعبة علمي أقل ما فيها. فصار يحكوا لي أغلب البنات طالبين نقل، يعني إحنا ما بنفتح شعبة على 5-6 بنات. ما بدي معلمين يعني لحال. فهسا إجينا شفنا مدرسة قريبة منا تقريبا نص ساعة حطوها على الاحتياط، حكونا احتمال يطلع لها واحتمال لا. أنا بنات مدرستي أولى، فإذا في مجال حد يساعدنا إنه يقبلوها بالمدرسة اللي قريبة منا. طيب حط هالمعلومات كلها عند فاطمة. حاضري نحكي مع إدارة التربية والتعليم الله يعينهم ويقويهم ربنا سبحانه وتعالى ويجزيهم عنا خير الجزاء، أساتذتنا اللي درسونا واللي درسوا أولادنا واللي بدرسوا الأجيال القادمة الله يعطيهم كل العوافي حبايب. أقصد حبيبك من طول وأسنيلي ورفاق بحالي كل ميلي بميلي قلبي رفيق جلة مع الرجالي أحلى 569-33-77 معنا اتصال. ألو ألو يا مرحبا كيف الحال؟ بخير ولله الحمد. يا دكتور بحيات أولادك، عندي ولد فحص طبي بدي يرجع عندي أسبوعات، بالله عليك بساعدتك بالله عليك، والله مرته فلت من عنده زعلانة. زعلانة ليش المرة؟ بنت مصروف بنت حياة معاه بنت والله العظيم قاعد بالإيجار ما في شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا خلي التلفون عندنا وإن شاء الله رب العالمين بيسر الأمور يا رب. الله يستر عمرك يا رب. يا مرحبا يا مرحبا أهلا وسهلا. الله يسلمك يا مرحبا. على عالي يا مرحبا حياكم الله جميعا. معنا اتصل. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك ويسلمك. يا هلا أهلا وسهلا. أنا داكنة على الله وعليك. الله يقدرنا يا رب. آمين يا رب. أنا ابن زارع في زراعة فوق عفراس من 4 سنين وجهازه عطلان إله يمكن يقرب 20 يوم. لا رحت على الشركة قدمت له قالوا لي حق الجهاز 1700 قد ما عيطت عندهم نزلوا لي إياه 900 دينار. من 1700 نعم من 1700 نزلت 900. وجوزي والله انه بناخذ من صندوق المعونه 100 دينار. قديش عمره ابنك الله يخليه؟ ابني عمره 8 سنين. وبدون الجهاز ما بسمع بالمره ولا لا اله الا الله. لا اله الا الله. والله لا ان شاء الله ما محلول. يقول ان شاء الله يا رب بركه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. لا على الله عز وجل كلنا ان شاء الله. وما خليت مكان الا رحت له ولا حدا رضي يساعدني. ما هو يا اختي الناس بنعذر بعض يعني حتى احنا ما هو مش يعني الله يقدرنا يا رب. الله يقدرنا. امين يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيقدرنا على كل خير احنا وياك ان شاء الله. خلي تلفونك عندنا. اي والله ما الحد الفاصل بين حق التوكل على الله كالطير ترزق في اعشاشها وبين السعي والاخذ بالاسباب. احنا لازم ناخذ الاسباب. ربنا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق. احنا لازم ناخذ بالاسباب. جزء من التوكل على الله ان تاخذ بالاسباب، لانه فرق بين التوكل والتواكل. التواكل تنام بالفرش تقول يا الله يا ربي يا رزاق يا كريم ارزقني، تمام، هذا اسمه تواكل. التواكل انك تنام وتقول يا الله تفتح علي بكره وانجح، هذا اسمه تواكل. لكن التوكل أن يتعب بدنك في السعي في سبيل الرزق وقلبك متعلق بالله، هذا شو اسمه؟ اسمه التوكل. فالتوكل أن يتعب بدنك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من بات نام يعني كالا من عمل يده تعبان بات مغفورا له، بات مغفورا له. فالتوكل على الله أن يتعب البدن في السعي والأخذ بالأسباب مع تعلق القلب بأن الله هو الرزاق. ولذلك التوكل عندنا في أخذ الدواء، أنا بأخذ الدواء لكن المشافي هو الله، وأنا بزرع لكن الرزاق هو الله، وأنا بدور على وظيفة لكن المعطي هو الله، وأنا بحوش شوية فلوس للمستقبل لكن الأمان بالله، هذا كله توكل على الله.
فإحنا لازم نفرق بين التوكل والتواكل. التواكل يعني هذا كيرلس حط راسه نايم وبيقول لك الله الرزاق، لا يا حبيبي مش هيك الله الرزاق. الله قال لستنا مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، خذي بالأسباب عشان تأكل رطب. فدائما أبدا نأخذ بالأسباب وتوكل على الله. يا هلا، معنا اتصال. ألو، يا مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يفتح عليك على هالكلام الطيب جميع إن شاء الله. الله يسعدك دكتورنا الغالي بعد إذنك. أنا في عندي أخت أرملة، نعم الله أكرمها، في 2019 طلع لها تعيين في التربية، نعم، وداومت تقريبا 3 شهور، وخلال هاي الفترة هي أرملة على بنت، نعم، رملت وهي صغيرة، فإجاها دكتور طلبها وعلى أساس إنه برضو أرمل وعنده بنت صغيرة، وأصر علينا وأشد وألح، وفي الأخير توكلنا على الله وزوجناها، أخذها وسافر برا على قطر، وبعد سنة ادعى إنه بنتنا، البنت اللي عند بنتنا بتتنمر على بنته وطلقها. أيوة. ووظيفتها في التربية كانت مش مكملة 3 شهور، حسبوها تغيب وتركوها. ورجعنا قدمنا لها في التربية ووافقت اللجنة القانونية، تغير إجا الوزير الجديد الحالي. نعم. وما كان لازم ترجع على الهاي ديوان الخدمة. والله العظيم ديوان الخدمة. نعم. وهاي البنت يعني في رقبتها بنت صغيرة وكانت تصرف على حالها وعلى بنتها. نعم. والآن بعد ربنا ما لها شفاء، هي احنا اللي قاعدين بنعيل فيها. وهي مهندسة، يعني مهندسة مدنية مش عالية على المجتمع يعني. نعم. فالقصة الآن في التربية، اللجنة القانونية لا، القصة الآن عند ديوان الخدمة مش بالتربية. لا لا، هي التربية اللجنة القانونية وافقت انها ترجع. ما هو بس ديوان الخدمة الآن، بس الوزير معالي قال انه لا، مدام ما كملت 3 شهور ترجع الديوان. فهي اذا الوزير وافق وانشن على هاي المعاملة بترجع، ما هو الوزير ماشي، بس ما هو الوزير محكوم بنظام الديوان الخدمة انه اللي بيستنكف بده يرجع من الدور مرة ثانية. هي اللجنة في التربية ومساعد الوزير، ما بالعكس صاروا يسموها بنت قطر، معروفة عندهم، وكانوا ما عندناش مشكلة يعني اذا الوزير وقع لها. فهاي القصة اللي احنا طيب خلينا نشوف فيها مع الوزير، ما نشوف فيها مع الوزير التربية الثاني، رجل طيب وما بيقصر. حاضر، يا مرحبا فيكم. نطلع فاصل وراجعين. همك همي مع الدكتور محمد نوح. جميع في إذاعة يقين وبرنامج همك همي على 569-33-77. الله يحييكم جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، قولوا اللهم آمين. وإحنا عبر إذاعة يقين بدنا نشكر كل إخواننا وخواتنا اللي دعموا حالة أختنا ميسون. ميسون كان عندها عملية بالعين وتوجهت إلى برنامج همك كمي عبر أثير إذاعة يقين، وما قصروا معها المتبرعين فجزاهم الله عنا خير الجزاء. اكتمل المبلغ لإجراء عملية لها بالعين، كلفتها تقريبا 800 دينار، فكل الشكر، ونسأل الله عز وجل يحمي عيوننا وعيونكم أجمعين. وبدي أشكر كمان إخواني وخواتي اللي فزعوا وأنجدوا أختنا كمان خديجة، أختنا خديجة وأختنا مقعدة جتنا على الإذاعة، وبسبب الجلوس صار عندها تقرحات تحتاج إلى عملية كلفتها تقريبا 1200 دينار، فأنتوا فزعة وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وظلها دائما أبدا إذاعة يقين مصدر للخير وجسر للخير. كل الشكر ومبارك عليكم إن شاء الله، الحسنات بعون الله. يا مرحبا. معنا اتصال. الو، يا مرحبا، حياكم الله. هلا بالشباب، عاد حشمتكم بينك واحد منكم يحكي. اسف انا اللي حكيت قبل وظليت على الانتظار. الله يحييك، حيا ودوم. انت مشان موضوع التربية والتعليم. نعم. لا احنا ناخذ منك المعلومات ونشوف اتصال ثاني. الله محييك، يا مرحبا. دكتور محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي الله يعطيك الصحة والعافية، بارك الله فيك، سلام سالف إن شاء الله. يا مرحبا، يا مرحبا.
يا دكتور يرضى عليك، انا في عندي مشكله في نفسي، في المشكله مثل ما تقول، بشرح لك يعني خمس دقائق بس ليش على الهواء، اذا في مجال تحت الهواء. ركبي وجعني وإلي خمس سنين براجع، وهسه حاليا الكلى بدها تخرب. حسبي الله ونعم الوكيل. من 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 المسكنات من هذا والذي، فلو سمحت بعد تحت الهواء يطول لي عمرك، خليني اشرح لك الموضوع كله من اوله لاخره، بلكي الله سبحانه وتعالى قريب بتصل فيك ان شاء الله. الله يحييك، يا مرحبا فيك. يعني يا ريت يا اخواني الاقي والله وقت اني اتصل مع كل اخواني، والله يا اخواني انه ضغط الوقت مع ضغط الطلبات اللي انا بتشرف فيها، والله بتشرف واسعد لكل واحد بقدر اساعده او اوصل صوته مشان اقدر اني اساعده، فجزاكم الله عني خير جزاء، بس نتحمل بعض في الموضوع. يا مرحبا. 569-33-77 ممكن توضح لنا معنى قول الله تعالى اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ما هي العبرة في توقيف الله جل جلاله الرزق عن عبد من العباد والتوسعة؟ بنصحح كلمة توقيف، الله ما بيوقف الرزق لأنه لم يخلق فاه وينساه أبدا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالله ما بيوقف الأرزاق، ولكن لله حكمة في تفاوت الأرزاق، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. لو الآن كل واحد منا في عنده برصيده مليون دينار، تمام؟ مين يشتغل كهربجي؟ ومين يشتغل دهين؟ مين يشتغل بليط؟ ومين يشتغل؟ ومنين أجيب مهندس صوت؟ كان هسه أحمد الطراونة لو معه مليون ليرة، أنا بضمن لكم، لو أحمد الطراونة معه مليون ليرة، لو معه أحمد الطراونة مو مليون ليرة، معه 100 ليرة، كان هسه حاط شوال جميد ومكريم رايحة جاية في بريق الشاي اللي بنعنا وهو قاعد يزرط جميد، صح ولا مش صح يا أحمد الطراونة؟ هذا هو قاعد يقول صح. هذا لو معه 100 ليرة، 100 ليرة كان مشتري فيهن جميد هسه وراجي فراشه ودلال القهوة، لأنه زلمة قنوع بمئة ليرة بيعبيها جميد. منين أجيب مهندس صوت أنا الآن؟ ها، فربنا سبحانه وتعالى، طبعا أخونا أبو كريم الله يكرمه وأختنا أم كريم والله من خيرة الناس، إيه والله من خيرة من تعرفت عليه في الحياة. فربنا جعل أرزاق متفاوتة عشان الناس تشتغل، جعل أرزاق متفاوتة عشان الناس تشتغل، ولذلك مش عيب الإنسان يكون موظف، مش عيب يكون موظف، رئيس الوزراء موظف، الوزراء موظفون، فكلمة فلان موظف بعرفش يعني في ناس بتحسس منه، لا على كل حال فربنا جعل أرزاق متفاوتة حتى يعمر الكون. لو كل واحد معه رصيد مليون منين نجيب ناس تشتغل؟ فربنا جعل هذا معه وهذا ما معه، اللي معه بحب يزيد، كيف يزيد؟ بيسوي مشاريع، فبيجوا الناس بيروا يشتغلوا وبصير فيه إنتاج وبصير فيه كذا، فربنا ما بيوقف رزق واحد أبدا، ولكن الله يوسع على الناس ويترك ناس أو يوسع على الناس دون ناس. هذه التوسعة المنسوبة إلى الله عز وجل أساسها السعي، أساسها السعي، فربنا سبحانه وتعالى أعطانا عقل، أعطانا فرص، أعطانا إمكانيات. فمن الناس من يجلس، يوم الأيام بدي أحكي لكم قصة حقيقية كانت عاملينها على برنامج من البرنامج التوك شو في تلفزيون أمريكي، فكان اللقاء مع واحد يعني ملياردير، فالمذيعة بتقول له أنت كيف صرت غني لهذه الدرجة من الغناء؟ فإجا طلع دفتر شيكات من جيبته وأعطاها إياها وقال له اكتب الرقم اللي بدك إياه، قالت لا ومش عارف إيش ومش قصدي، قال له اكتب الرقم، قالت لا وأنا آسف وسوري، أخذ الدفتر رجعه جيبته، قال له بهاي الطريقة صرت غني، كنت أقتنص الفرص، لو الآن كتبت الرقم اللي بدك إياه كان حصلت عليه واستغنيت عن العمل اللي أنت بتشتغلي فيه، لكن أنت ما اقتنصت الفرصة. يا بي الطراوي لو يصير نعطيك واحد دفتر شكات. الله يرزقني ويرزقك يا أحمد. شايفين؟ فالفكرة أنه الله عز وجل خلق لنا عقول وخلق لنا فرص، من يستغل مثل هذه الفرص بيكون سبب في الرزق. الله ما بيضيق على واحد، ولكن أخلاق الرجال تضيق وحيلة الرجال تضيق وعقليات الرجال تضيق، وفي ناس الله بيعطي سبحانه وتعالى ورث لورثة وما عرف ايش يديرها وصف آخر النهار على الحديد المجيد. كان في ملياردير كويتي من اخوتنا في الكويت، واخر شيء كان ياخذ معونه من التنميه الاجتماعيه في دوله الكويت، والرجل معروف كان ياخذ معونه اجتماعيه،
وفي واحد ثاني بعيش في دولة عربية كمان ومشهور جدا وصاحب مولات وصاحب وكالات سيارات, ولد يتيما لا متاع عنده, والآن يملك وكالات سيارات ومولات, ومن جملة هاي المولات بنى مولات في مصر. فسعى في الأرض, السعي اللي في الأرض. إحنا عنا عقدة من مرات من العمل, مرات عنا حياة, مرات عنا وهكذا, لكن الله عز وجل ما ظلم سبحانه وتعالى. يا مرحبا, حياكم الله جميعا في إذاعة يقين وبرنامج هم كمي على 569-33-77, فحياكم الله جميعا. معنا اتصال. ألو, السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام. دكتور, بدي أسألك سؤال. نعم. عسى في آية بالقرآن تحكينا وما ملكت أيمانكم. أيمانكم, نعم. عندي الحجة الصبحية سمعت الآية هاي وحابة تستفسر عندها. نعم. وسؤال ثاني. نعم. عسى عندي الحجة الله يطولنا في عمرها. آمين. عمرها يعني بالثمانينات. عسى هي لما تكون قاعد قدام التلفزيون بتروح بتلبس على راسها بتحكي هدول بيشوفوني وبيسمعوني. بدي بس تحكي لها هالكلمتين وتدعي لها ان شاء الله. الله ربنا يبارك فيكم جميعا ان شاء الله ويحفظكم وتسلم عليها كثير السلام ان شاء الله. الله يسلمك يا رب. ربنا يحفظكم جميعا. اول شيء ملك اليمين, ملك اليمين هم الاماء العبدات, كانوا زمان لما يصير حرب ويأسروا من عندنا ونأسر من عندهم هذول الاسيرات يصير ملك يمين. شو يعني ملك اليمين؟ تصير مملوكه للشخص, مملوكة. مثل ما أنا بملك سيارة, مثل ما أنا بملك طاولة, مثل ما أنا بملك كرسي, بصير أنا أملك هذه المرأة. إجا الإسلام وقال هذا الحكي ما بدنا نصير نتخلص منه, وبدأ الإسلام يتخلص من العبودية شوي شوي, يحررهم. صار اللي يحلف يمين يقول يلا اعتق رقبة, روح اشتري عبد واعتقه مشان يرجع للحرية تبعته. أي, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من العتق. فملك اليمين هي المرأة التي يملكها الإنسان, أو المرأة تملك مرأة, بصير إنه مرأة تملك, فبتصير جزء من أملاكها, جزء من أملاكي, عندي سيارة وعندي فرس وعندي كمان مرأة. وهذه ملك اليمين تعامل معاملة الزوجة, تعامل معاملة الزوجة. وإذا خلفت المولود اللي بيجي سواء ذكر أو أنثى هذا يكون حرا, يصبح حر, ما بيكون رقيق, ما بيكون عبد, ما بيكون ملك يمين, يصبح حر. وإذا حملت يمنع بيعها, حملت أو ولدت ممنوع بيعها, خلاص هاي لزقت عندي وما عاد إنه أقدر أبيعها. وطبعا أولاد الإماء هذول منهم وصلوا خلفاء. المأمون ابن هارون رشيد كان ابن أمة, يعني ما كان في إنه والله أنت أمك أمة وما أمة, لا, النسب للأب. اليوم الحمد لله رب العالمين ما ظل منه هذا الملك اليمين. النقطة الثانية, هلا انتوا لما تقعدوا قدام التلفزيون انا ما بشوفكم ولا المذيعين بيشوفوكم, لا, هاي صوره, هاي مش حقيقه, هاي صوره, زي ما يكون واحد المرايه, مثل ما الواحد يتفرج بالمرايه يعني. فاحنا ما بنشوفك يا حج, الله يطول بعمرك ويعطيك الصحه والسلامه, لا احنا ولا المذيعين او الاخبار او كذا, لا احنا ما بنشوفهم, يعني المشاهدين ما بيشوفوا اللي على التلفزيون, لكن اللي على التلفزيون ما بيشوف الناس كيف قاعدين أو كيف بوكلوا بيشرب, ما بيشوفهم, لا. بس والله هاي زيادة الحشمة, عاد مربيات على الحشمة هذول, الله يحفظهم جميعا. ما معنى قول الله عز وجل فذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه؟ يعني طلع زعلان سيدنا يونس, طلع من بلده زعلان, مش رادين عليه, بقولوا يا جماعه خير اعبدوا الله اتقوا الله صيروا بني آدمين, مش رادين عليه, فطلع من عندهم وزعلان. هاي معناه الكلام. نعم, معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الأستاذ المحترم محمد نوح, الله يحفظك يا مرحبا, حياك الله يا سيدنا. داخل الله عليك. أنا الله يقدرني, الله يقدر أمرني يا سيدي. تفضل. ظروفي صعبة والله, ظروفي صعبة وعندي كثير ظروف صعبة, ممكن أحكي معك أحسنها ولو تتفهم. إذا صار عندي مجال خلي تلفونك, وإذا صار عندي مجال بحكي معك. يا مرحبا فيك. ضروري بالله عليك. باللي بقدر عليه والله يا سيدي, والله بتأمرنا. أنت إنسان محترم. اللي بقدر عليه يا سيدي, ربي يحفظك ويسلمك.
دكتورنا أنا من لبنان، ممكن توضيح لموضوع رد الدين إذا حصلت أزمة في البلد مثل لبنان ودهورت قيمة العملة، الدائن يريد بالدولار على حسب الصرف والمريد. شوف القاعدة كالتالي، العملة اللي تداينت فيها بتسد فيها. أنا تداينت من أبو الطراونة، تداينت من أبو الطراونة مليون ليرة لبناني، بعرف شو كان يزيمه جمال بالدولار. اليوم اجيت أسده، كان مثلا زمان المليون ليرة يسوي ألف دولار، تمام، ألف دولار المليون. اليوم المليون بيسوون بدل ألف دولار بيسوون خمسين دولار. أنا بقولك يا أبو الطراونة، اتداينت منك بالليرة بسدك بالليرة، اتداينت منك بالدولار بسدك بالدولار، اتداينت منك بالدينار بسدك بالدينار. دائما وأبدا السداد يجب أن يكون بنفس جنس العملة التي استدنت بها. ما تيجي تقول والله زمان كان الدولار هالقد واليوم لا لا لا، اتداينا بالعملة الفلانية بنسد فيها. اتداينت منك 100 جرام ذهب برجع لك 100 جرام ذهب، ما بعرف قديش زمان كان وقديش هسه بيجيبن مش موضوعي. انا اتداينت منك، اللي اتداين بعمله بسد فيها، والا يكون قد دخلنا في الربا. سلام يا حبيبي، سلام عليك يا عون الغريب، سلام عليك أحمد يا حبيبي. في معنا اتصال على 569-33-77، يا مرحبا. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا بك دكتور. يا مرحبا. تعرف دكتور أحضرت حقك لقيت على التلفون على فكرة. يا مرحبا يا مرحبا. اللي سالي 25 دقيقة عندي 25 دقيقة. لا ليش هالقدة؟ خلاص أنا أستنى 25 دقيقة. يا مرحبا يا مرحبا، تفضل يا ستي. دكتور أنا صالي في السنوات مصلي على المريضة بعيد عنك، ما أختم القرآن رمضان. ما تختميه؟ صالي في السنوات ما أختم. أقرأ بس اللي حافظهن أقرأهن. طيب. الصور الصغيرة أقرأهن. نعم. أما ختم والله ما ختمت غير أول سنة. يعني دوب لحقت حاجة ختمت. الحمد لله. الحمد لله، بس إنه ما أقدر أقرأ ساحتي تسعة بعدني ما أقدر كامل، ما أقدر صورة كثير. الله إن شاء إن شاء اللي بتقدر، قدرت تختم قدرت، ما قدرت تختمي المهم إحنا ما نهجر القرآن. ما أقدر دكتور ماشي، بس قلت إني ما قدرت تستمر يعني مو وجه صح. إذا مش بتقرأ كل يوم قرآن ولو قل هو الله أحد. ما أقدر كثير. خلاص معناته أنت مش هاجر للقرآن. لا مش هاجرة. خلاص ما دام تقري ولو قل هو الله واحد كل يوم انت مش هاجرة للقرآن. كمان في سؤال دكتور. اسألي. صلى الله عليه. انا اقرب شيء في مستشفى درس. من صلى الله عليه محمد. يعني تتكرم علي انك تساعدني اني بوظيفه بالشركه، ما ودي اوقف يعني اخذ حق الموظفين. الشركه اللي في المستشفى؟ المستشفى رحت عليهم هذا الاستاذ القاص الطيسي وكان مسؤول عنها. استاذ نزار. سرق أسد قال لي والله غير أحضرك على وظيفة منه. بعدين إجوا واحد ثاني جديد عليهم، والله عيطت قدامه ما قبل لأني علي مبلغ مدين وما نقدر سدارفت. ولا اللي طلب له شيء أنا ما أخذ حشاك إن شاء الله وعبض يعني ما كيف أنا ودي أعمل بحالي. قلت والله غير متحسن شوي ودي عشان السد الدين ما أجيب حد يموت أنا ما أخذ صح ولا ما عينوك عشان عليك دين؟ لا أنا ودي الشغل هاي عشان السد الدين علي. السد الدين عليكي؟ حول 3000 علي بس وهم ليش ما عينوكي؟ ما أقول لك والله ما قدر العمر أنا رجل سرعة فوق 45 صار عمرك؟ آه يعني العمر فوق 45 إيش فيها؟ والله ما أعرف ما أعرف بس رديت وعيطت قدامه لا خلاص طيكي قال لي والله رجل فيها بعدين لما دخل هذا حجيد عليهم لقى الموضوع كله. عندش تلفونه؟ ملقاء؟ لا نزار. عندش تلفونه؟ بطل يرد علي والله. أنت عندش تلفونه؟ لا أقول لك بطل يرد على التلفون بالمرة. أيوة ما يرد على تلفونك لكن على تلفوني برد. عندك التلفون؟ تلفون نزار لقاء لا. أي تلفون نزار عندك؟ عندي الحمد لله. نقلي لفاطمة خلينا أنا بدي هيك من هيك لهناك لهون. يا حبيبي سلام عليك. ألو مرحبا دكتور. مرحب الله يحييك. هذا في الأمير. يا مرحبا. أخبارك يا باشا؟ بخير والله الحمد. أنا خدت مرايس الوالد في سلاح الهندسة أيام أجا حضر الله وعلا من كاره وتركت ملازم أول أو نصيف الله وعلا ملازم أول هذا 65-66. شفت أني متذكر عاد والله يا سيدي تذكرتك ما شاء الله عليك. الله يحييك.
طيب انا بدي استشيرك في هالشغله. امرني يا سيدي. انا حصل طلاق ما بيني وبين زوجتي. لا طبعا هي يا سيدي هذا ما زي بقولها تصير. فهي رفعت القضية. اه طيب شقاق ونزاع والحكم لها بمية نفقة. يعني طبعا ما محاولات يعني. وقلت انا مصر اذا تحتيت المحامين. المحامين الشرعيين مع الاسف يعني للاسف طبعا. نعم. ف يعني المبلغ على واحدة مش مكلفة 100 دينار بالاضافة ضافوا عليه 50 دينار. لا ما هو النفقة هاي لمدة قديش؟ لمدة طبعا طلع لحوالي 2100 تقريبا. 2100 بدل شو هذول؟ نفقة. لا ما في شيء. لأنه كان يجرب بقلت لك المحامي كان يجرب القضية شرد وغرب شرد وغرب ما زادت عينه. النفقة ما دام لهاش أولاد النفقة إلها 3 أشهر العدة إلها نفقة. بعد ما تنتهي العدة ما لهاش نفقة. الله يعاد أنا في إشي في إشي لا. عندك بالنص هي ما 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 عندها أولاد. لا 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 لا, لا. طيب ما عندهاش أولاد بدل شو النفقة. طيب أنا بدي أدلك المدلة الساعة 4:30 اتصل على الإذاعة برد عليك فضيلتي الدكتور إسماعيل لأنه هو قاضي شرعي فبدلك. أما هي 2200 قد يكون لها مهر لما قدم ولا مؤخر. أنت تكون دفعت سياقها؟ لا لا سيدي المؤخر المؤخر معروف المؤخر ما عملوا عملية لجنة محامين ثلاثة. وأنا قلت يعني طيب أنت 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 أحسن شيء تتصل على شو اسمه على الدكتور إسماعيل. أنا صعب والله علي بالأسبوع أنا حاضر حتى. لا هسه بخلي تلفونك على برنامج الدكتور إسماعيل بيحكوا معك خليه عندكو تلفون أخونا. خلاص تمام هسه بيحكوا معك على برنامج الدكتور إسماعيل وإن شاء الله بتأخذ الجواب من فضيلة الدكتور إسماعيل. فضيلة الدكتور إسماعيل لأنه هو قاضي شرعي مطلع على هاي المسائل المستعان بالله. ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنا وعنكم فرجا عاجلا قريبا. قولوا اللهم آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا وبينكم على كل خير ورحمة وبركة. إحنا لهون نأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج همك همي عبر أثير إذاعة يقين. وإن شاء الله دائما أبدا ملتقين على كل خير وعلى كل رحمة وعلى كل بركة. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. قناة محمد نوح الغير رسمية لنصرة قضايا الأمة.